السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في مطبخ الوجديه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الكيكه لايت بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم ولا الناس اللي مرض بمرض السكري اللي يشاف في كل واحد. انا غادي نحضرها للوالده وصحابتها في المستشفى. اليوم ان شاء الله غادي نحضرها معكم، ان شاء الله تعجبكم وتروقكم. غادي نبدا بدون اطاله، نبدا على بركه الله. عندي هنايا جوج بيضات، واحد الرشيشه ديال الملحه، عندي قشور الليمون الحامض، عندي كاس نص كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وغادي نضيف واحد الياغورت طبيعي بلا سكر. كنطلب الناس اللي اول مره يدخلوا عندي القناه يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، طبعا فضلا وليس امرا، يعاونوني حيت القناه ديالي عاد باقا جديده. عندي هنايا كيس ونص ديال خميره كيماويه، وغادي نضيف الدقيق الكامل غربلته غير من ديك المبخره ديالو. غادي نضيف تقريبا واحد الكاس ونص. غادي نشوف معكم شحال القياس اللي غادي ندخل هنايا مع ديك الخميره، ونصف ديال الخميره كيماويه من فئه 7 غرام. هذه الخميره انا كنت وحده، كنت ديجا درت منها نص ديال الساشي، وهذا النص الاخر. تقدروا هذا الخليط تخدموه في الخلاط الكهربائي كما تقدروا ديروه غير هكا. راه نضيف غير شويه، تقريبا كاس. كاس ديال العنبه تقريبا. صافي غادي نسرح هاد العجينه ديالي فواحد المول اللي كنت ديجا دهنتو ورشيته بالدقيق الكامل. كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما سرحت ديك الخليط ديالي هنايا، غادي نضيف واحد التفاحه كنت حكيتها بشكل طولي، ودرت لها واحد شويه ديال الحامض باش ما تكحش، ولكن واخا هكا كما كتشوفوا بحال اللي بدات كتكحل. المهم غادي نزرب عليها في هذه الوقيته. انا راني شاعله الفران باش يسخن لي. غادي نوزع هذا التفاح غير بيدي باش نعرف يعني القياس اللي غادي نوزع به. طبعا غادي نضيف لها شويه تفاح وشويه ديال الزبيب وشويه ديال التمر، غير باش يعني الانسان من كياكل الكيك ما يحسش بلي راه ياكل خبز ولا شي حاجه. راكم عارفين الكيك حنا كنقولوا كيكون حلو. المهم هذا مواد طبيعيه، يعني ما غادي تخافي حتى من حاجه بالنسبه للتفاح ولا التمر. بهذه الطريقه هذه غادي نضيف. عندي هنايا كميه ديال التمر قطعته هكا طريفات صغار، وشويه ديال الزبيب. غادي حتى هما نحاول انني نمسحهم بشكل متساوي. عندي هنايا شويه ديال الكاوكاو مهرمش، وعندي شويه ديال اللوز مهرمش. غادي ندخلو الفران حتى نحس بالكيكه ديالي ارتفعت شويه ودارت يعني بحال اللي حمرت من الجناب. وغادي نخليها نهبطها باش تحمر لي من الوجه، ومن بعد نخرجها
ونتلقاو في صحن التقديم. البنات هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف، كتجي محمره. هانتوما البنات، بالنسبه للسيدات اللي كيديروا الريجيم يبغيو ينقصوا البوا، هذه هي احسن كيكه تقدري ديريها. وبالنسبه للسيدات طبعا اللي سكري ولا شي حاجه، الله يشافي كل واحد. نتمنى ان شاء الله هذا الاقتراح يعجبكم ديال اليوم، والا عجبكم طبعا خليوا لي جيم وخليوا لي اقتراحات وتشجيعاتكم. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر بصحه جيده وبصحه وراحه.